حبينا نقضي يوم بالرينيسانس داون تاون هوتيل موجود بالبزنس باي. اطلالته على القناة، جيت انا والعائلة والمنظر كتير حلو. هاي انا، المنظر كتير حلو، الجو حلو، في سويمينج بول تحت. هلا كمان باخدكم عليا. So we're gonna spend some time. طبعا اهم شيء بالنسبه لي الليفل اوف كومفورت، فعجبني المكان، مساحته كبيره وهكذا. شوفوا المنظر وراي، عن جد يا ريت عندك هالمنظر كل يوم، بينفع صور فيه يعني يوتيوب فيديوز ودردش فيه كتير كتير. المنظر يعني I'm impressed، حبيت كتير المكان. يب يب يب. So yeah. استنى انا منزلك. ويت، ويت، I'll go with you. ويت. اول شي عملته اني انا نزلت ابني على السويمينج بول وخليت المدرب السباحة يعلمه اشياء كتيرة عن السباحة. طلع الحمد لله بيعرف يسبح، وعن جد عن جد يعني فادنا كتير هالموضوع. بحب انه ابني يكون اندبندنت ويسبح بحرية وهيك. So guys، العشاء رح يكون بمطعم ايطالي اسمه باستا. رح فرجيكم اجواء المطعم، خيالية. واللي عملته كمان انه نحن اكلنا بمطعم ايطالي عنده وجبات بتشهي مثل هي الاكل اللي انتو شايفينه قدامكم. اكله بجنن بجنن. باستا. Take a bit.
Yeah, good boy, good boy, kick, very good, kick, 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 very good, kick, good, kick, 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 very good, wow, wow, kick, 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 very good, see ya, take a breath, breathe, see, kick, 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 sit, up, up, breathe, yeah, kick, kick, see, also, you know, breathe, breathe, yeah, kick, hand, hand, okay, you can swim now, see? جايز شفتولي لون الطلاء بس لون الأظافر كيف؟ شو رأيكم؟ حلو؟ عملته جديد. طبعا فقنا تاني يوم مثل ما شفتوا، مثل ما فرجيتكم فطورنا، نزلنا كمان سبحنا شوي، كمان شوي طالعين نعمل تشيك اوت. حبيت سلم عليكم على السريع وان شاء الله تكونوا كلكم بخير. طبعا نحن فرحانين بالعودة للحياة الطبيعية بدبي، almost everything is opened and back. الوباء لسه ما راح، نحن لسه اخذين الاحتياطات من ماسكات ومن معقمات، وانتو كمان بتمنى تكونوا بألف خير. نحن هون عنا عقوبة نزع الماسك بدبي هي أكثر من 1000 درهم. فما بعرف، خبروني عن نمط حياتكم بالبلد اللي انتو فيها. بتمنى تكون عجبتكم هاي الفيديو. Take care of yourself وديروا بالكم على حالكم دايما، وان شاء الله يا رب ربنا يدفع عنا الوباء. بتمنى تكون هالفيديوز عجبتكم، وبليز ما تنسوا السبسكرايب وشير واللايك للفيديو. بتمنى دعمكم للقناة، ان شاء الله يا رب تضلوا بخير. شوفوا هاي الخلفية نفسها اللي قلت لكم عليها، اللي انا حبيتها هيك. شوف صورتي صارت مور برايت عن جد. اوكي رح ودعكم هلا قبل ما اعمل تشيك اوت. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، بليز تدعموني باي اول مينز. باي باي.